بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درس اليوم إن شاء الله بإذن الله طباعة زخرفية بالتفريغ، طباعة زخرفية بالتفريغ. وعندنا هنا طبعا شفنا أشكال كثيرة. هنبدأ مع بعض. هنا هذا الأدوات المستخدمة، هنا هذا ورق لاصق اللي هو هذا. خلاص نبدأ ناخد واحدة كده اللون هذا مثلا. خلاص، وعندنا هنا صحن فيه نضع فيه الوان اكريليك. خلاص الوان اكريليك، الوان ايه؟ اكريليك. عندنا قطع اسفنج بنحتاجها والمقص، وطبعا قلم للتحديد او الرسم، قلم للتحديد اللي هو هنرسمه. بنكون مع بعض كده طريقة عمل هذه القطعة اللي هي هنستخدمها في رسم التفريغ. هنعمل وحدة زخرفية نباتية، نصفط كده هذه كده نصفين مضبوطين. خلاص بالشكل ده من هذا اهو، نضبطهم كده، ونصفين اخرين كده بالشكل هذا اهو. خلاص أصبحت عندي الشكل هذا. خلاص هبدأ بالقلم. اللي ما يعرف يرسم ممكن يرسم بالقلم الرصاص الأول وبعد كده يقوم بالتحديد. يعني مثلا هرسم بالقلم الرصاص أولا. هبدأ مثلا أرسم هنا شكل زخارف نباتية. خلاص الشكل هذا. خلاص طبعا الرسم هنرسم كله يكون في الجنب اللي هو لاحظ كده معايا، الجنب هذا واتجاه هذا. خلاص ونبدأ كده اهو، مثلا شايفين كده. خلاص ممكن اجي واخد منها من هنا كده شكل مثلا ثاني. طبعا هنا طبعا في اخطاء ممكن تحصل، تبتديها انت بتبقى مستعد لها. خلاص هنا ممكن تعمل شيء تاني كده اهو، خطين بالشكل ده كده. خلاص هنا ممكن طبعا نطلع تفريغ فرع كده مثلا بالشكل هذا. خلاص وممكن نطلع من هنا شيء ثاني مثلا. بالشكل اللي عندنا هذا. خلاص عايز تعمل شيء هنا ما فيش مشاكل. خلاص انا مثلا هذه كده عايز اعدلها شوي، اخلي هذه بدل ما هي كده اخليها الاتجاه الثاني هذا، يكون شكلها افضل شوي. خلاص انا كده عملت الرسم عندي. ها ممكن اعمل هنا ايضا شيء تاني. مثلا حاجة بالشكل ده كده. فهظبطها مع التحديد عشان ابدأ اقصها بالشكل اللي انا عايزه. مثلا كده. كده. خلاص ابدأ اقص بالمقص. هذه طبعا رسمة صعبة شوي، لكن ان شاء الله تطلع شكله كويس اهو. بنبدأ نقص من هنا كده. خلاص اهو طبعا يبقى القص بتاعها يعني ما هو بسهل، لكن بتطلع شكله كويس. ممكن تستخدم المشرط، يعني اذا في اشياء صعبة عليك ممكن نستخدم فيها المشرط. نحاول طبعا نجعل الخط مظبوط. خلاص هنا هذه مثلا كده اهو، هبدأ ألف معها بالشكل هذا. شايفين اهو. طبعا هذه محتاجة، يبقى فأقدر أقص براحتي. خربت أظبط هنا هذه كده. المهم عندي الشكل الأساسي اللي هو هيتفرغ، اللي هو هيتم تفريغه اهو.
وطبعا زخارف نباتية. خلاص هذه ايه؟ زخارف نباتية. فنظبطها كده ازاي؟ نأكد عليها بس. خلاص أبدأ هنا في الثانية هذه، أدخلها هنا كده اهو. طيب هنا اهو، طبعا ما هقدر اجيلها من هنا، لان هنا مش عايز اخرب انا الشكل من هنا، فهبدأ ادخلها من هنا كده افضل. شايفين؟ المهم انها اقصها، افرغها بقى باي طريقة اهو. خلاص فين طبعا هذه كده، ابدا ادخلها من هنا كده والف معاها بشكل مظبوط اهو، هلفها كده. شايفين؟ طبعا المشرط ممكن يسهل كتير، لكن انا بس عايز اجربكم كلها بالمقص، عايز اجربكم كلها باستخدام المقص، عشان المقص طبعا امن شوي عن عن مدار المشرط هذا. خلاص عندنا هنا ايضا جزء اهو، كم بخصه كده اهو. خلاص شكل زي كده. طيب بقى عندي هنا الاشكال هذه، طبعا هذا نجيبها من هنا كده، الف لها كده اهو. طبعا اذا قصنا هذه كده خلاص هذه هتتقطع، لكن احنا عايزينها، احنا نبغاها، فبالتالي هنجي لحد هنا كده ونلم الموضوع هذا كده. خلاص نسكره كده. فين عندي دائرة اعملها هذا، ادخلها من هنا كده اللي هي الشكل هذا، واعمل اللي هذه كده، ومن هنا كده اهو، وده ظبط هذه كده. خلاص وهنا عشان اظبط دي لازم اجيبها خلاص. طيب بقى عندي هذه، ادخلها كيف؟ ندخلها من هنا كده. خلاص هنحاول ندخلها من المنطقة هذه كده خط واحد، ما ادخلها بالخط الثاني عشان اخليها متماسكة شوي، وهذه كده اهو اهو. خلاص احاول بقى اقصقص هذه كده اهو بأي طريقة اهو. خلاص شايفين كده هنا. المهم انك تعمل الشكل بس هذا، وبعد كده باقي كله سهل. طبعا احنا عملنا الزخارف الهندسيه سهله جدا، هذه كده شايفينها كده. انا كده خلصتها عندي، هبدا اشيل هذا كله ما احتاجه. خلاص خلاص عندي هنا اهو، هبدا بقى نفتح في الشكل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبلنا هنا ورق لازق هذا عشان يلزق معي وما يخرب اهو، وهبدا افتح هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الشكل اهي كامله هنا اهي، الشكل هذا اللي امامنا شايفينها، وافكها وهبدا الزقها على الارضيه هذه، واعمل عمليه الطباعه اهو. هنضع في مع الورقه وفي منتصف الورقه وابدا افكها. شكلها طبعا الفك هيكون بالراحه واحده واحده عشان اثبتها. خلاص اهو، لان هذه طبعا فيها قص كثير اهو. هذه كده
مع واحدة واحدة بدون ما تتشج. إذا حملت عليها ممكن تقطع مني وأنا ما أبغاها تقطع مني. واحدة واحدة طبعا مع الأجزاء هذه البسيطة هذه لازم نفكها واحدة واحدة. أنا فكيتها أهو، فكيتها أمام بالشكل هذا. هذا بضعها في هنا في الورقة على الورقة كده وأضبطها بشكل كويس، خلاص أثبتها واحدة جزء جزء كده عشان متخرب معي الآن. طبعا هي مشكلتها طبعا انها تحتاج بالراحة خالص وانت بتلزقها او انت بتلزقها يعني. اتركها كده براحتها تاخد راحتها ونضغط عليها كده اهو. هنا كده اهو الى ان تظبط معاك بالشكل هذا خلاص. طبعا ممكن تطلع تكون فيها بعض الاشياء لكن في الاخر هتطلع لك الشكل اللي احنا خلاص. انا ثبتها كده، انا قلت لها عملية تثبيت. هبدأ اختار الالوان اللي انا هنفذ بها الان اللوحة الزخرفية هذه خلاص. ممكن اعملها بلون ازرق، نجرب الازرق في الاعمال هذه. ازرق فاتح وازرق غامق نجربهم، هذا الفاتح ونجيب الازرق الان الغامق خلاص ونجربه. طبعا زي ما قلنا اللي كده لازم نطبع نجيب ورقة معانا زي كده عشان نوزع عليها اللون. فبالشكل هذا هبدأ مثلا هعمل من هنا الغوامق ونفتح من المنتصف، فابدأ اخد لون كده وابدأ اوزعه على القطع اللي عندي هذه خلاص عشان اعمل براحتي خالص اوزع اللون بالراحة. طبعا اهتم ان ما اجي عليها على الاطراف هنا براحتنا خالص، لا تضغط بقوة اهو. شايفين نزود لون تاني، اذا اللون ما كفى زود لون ثاني. هضع اللون مثلا هنا خلاص وابدا اخذ منه ووزع كده. اخذ اللون الفاتح اهو وهبدأ اضعه في المنتصف. انا كده خلصت اللوحة بتاعتي خلاص. اذا في شيء متبقي ببدأ اعمله واضبطه زي ما فيه خلاص. بس نأكل عليها وخلاص. نبدأ بعد كده بقى نشيل الشكل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو راح خالص. طبعا هذه يعتبر لمرة واحدة فقط، يا اما تترك الان يجف او بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا نشيلها بالشكل اللي عندكم هذا. شوف بتنشق طبعا
لأن هي ضعيفة جدا. لذلك احنا بنقول هذه طبعا يعني تستخدم ممكن لمرة واحدة فقط خلاص، لكن تؤدي للغرض. طبعا اهو خدنا الماء تماما، احنا بنشيل الشكل كده. الموضوع يعني سهل ان شاء الله وبسيط. خلاص بقى تظهر معي اهي، وهي كده احنا انتهينا من عمل اللوحة. اهو هنبقي قطعة صغيرة هنا. هذا هنا قطعة، خلاص. طبعا هي زي ما احنا شايفينها كده اهي، ظهر عندنا بالشكل هذا. طبعا من الوحدة اللي احنا عملناها طريقة سهلة جدا وبسيطة. خلاص، يا رب نكون اتعلمنا واستفدنا من الدرس هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.